كما شدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن هناك إجماع في مالي على ضرورة العودة إلى اتفاق الجزائر. نظن في إجماع في النهاية اليوم في إجماع على أساس نرجع اتفاق الجزائر العاصمة إذا كور دارشي هما الحل، ما فيش حل آخر، ما فيش حل آخر ليصون الوحدة الترابية نتاع مالي وما نتنازلش مع أي كان اللي يحاول يفصل الشمال على الجنوب في مالي، ما نقبلهاش أبدا. في إجماع حتى مع الاتحاد الأوروبي، بدينا نسمعوا النغمة الحقيقية نتاع الاتحاد الأوروبي جماعة وفرادى على أساس متفقين باللي الحل هو اتفاق جزائر العاصمة ليزاكور دالجي. أون يفا إن شاء الله.